أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز دخول النساء للمقبرة للصلاة على الميت ومن ثم الخروج بعد ذلك؟ لا يجوز للنساء أن تدخل المقابر، لا للصلاة ولا للزيارة ولا لدفن الميت ولا لتشييعه، لا يجوز هذا. صلي على الجنازة خارج المقبرة، المسجد ولا في البيت، إذا كانت الجنازة في البيت تصلي عليها أو في المسجد. أما أن تدخل المقبرة من أجل الصلاة على الجنازة هذا أمر لا يجوز. فالمرأة لا تدخل المقبرة لا زائرة ولا مشيعة ولا من أجل الصلاة. نعم.